وأكيد مستمرين بأجواء رمضان المبارك. كثير مننا بيعصب بالشهر الكريم بسبب الانقطاع عن الطعام والشراب، وكثير مننا يمكن بيصير عنده مشاكل بينه وبين أقربائه أو بينه وبين المجتمع المحيط فيه. خلينا نحكي عن التسامح وأهمية نسامح بالشهر الكريم مع مدربة التنمية البشرية دعاء الشريف. صباح الخير، رمضان يسعد صباحك. رمضان كريم. يسعد صباحك. يسعد خلينا صباحك. بالبداية نحكي عن أهمية فعلياً التسامح بحياتنا، وخصوصا بشهر رمضان المبارك. يمكن لولا التسامح ما بنقدر نكفي بحياتنا أو نتعامل مع الطرف الآخر بشكل عام. تمام. هلا اليوم حلقة اليوم هي حلوة بأهميتها وبتوقيتها بالشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، يلي هو شهر المحبة والتسامح والغفران والرحمة. أكيد بيكون مفعم بالأجواء الروحانية، وفينا نعتبره أنه هو موسم للتصالح مع الذات والتسامح مع الآخرين. فأول شيء قبل ما نحكي عن مسامحة الذات ومسامحة الآخرين، بدنا نحكي عن التصالح مع الذات، يلي هي خطوة بتسبق قبل خطوة يعني التصالح مع الذات قبل مسامحة الذات. فلحتى أنا أتصالح مع نفسي، أول شيء بده يتطلب هذا الموضوع الشجاعة. بدنا نرجع للطفولة ونرجع لماضينا العائلي، نتعرف عليه، نتقبله، نتفهمه ونتصالح معه. هذا كله بيأثر على نفسية الإنسان، اللي هي مشاعر ورغبات وميول، واللي بتبلش أكيد تتكون باللحظات الأولى لما بيكون برحم الأم، اللي هو بتأثر أكيد بنفسيتها ومعاناتها. الإنسان يعني قد ما تقدم بالعمر بتم هو مرهون بماضيه، لأنه هو بيحدد حاضره، وبالتالي نظرته للحياة إيجابية أم سلبية. فحتى لحتى نحن نكون مرتاحين ونوصل للشعور بالراحة والطمأنينة، يعني أول شغلة بدنا نتصالح مع هذا الموضوع، نتقبله، ويكون عندنا الشجاعة ما نخاف من هذا الماضي. بعد ما نتصالح مع نفسنا، أكيد هون الخطوة الثانية تجي مسامحة الذات. مسامحة الذات شرط أساسي يكون في غلط، يعني أنا أكون غلطانة وكون وعي، يعني في عندي وعي وإدراك لهذا الغلط، أنه أنا فعلا غلطانة بحق هذا الإنسان، أو فعلا أنا تصرفت تصرف غير لائق. هون بتبلش مشاعر اللوم وتأنيب الضمير تتشكل، بلش تتشكل عندي. فهي المشاعر هي مهمة ومفيدة، لأنه بتخليني أنه أنا مثلا عاقب ذاتي لحتى أروح لمسامحة الذات ومسامحة الآخرين، بس بشرط أنه ما تكون هالفترات طويلة، لأنه بصير هون بتتحول لمرض نفسي ممكن، وبتتحول لجلد الذات. ولازم نعرف شغلة كتير مهمة، أنه نحن كلياتنا بالحياة يعني ما في شخص معصوم عن الغلط. صحيح. كلياتنا منغلط، فضروري إنسان يصلح غلطه ويعتذر ويسامح في حال أنه غلط، لحتى يوصل للرضا عن الذات، يرضى عن نفسه. وهذا أهم شيء بمسامحة الذات، أنه نكون رضيانين عن نفسنا. نعم. دعاء، خلينا كمان نحكي عن المسامحة مع القرايبين، مع الأهل. يعني الوضع هلأ يعني كلنا عم نمرق بظروف ما أنا مستاهلة الزعل، وأكيد إذا في تسامح مع الذات في تسامح مع الآخر ايضا. وفي كثير عالم بيقولوا لك انه سامحنا، بس جواتهم ما بيكونوا يمكن صالحوا على الاخير، ودائما هيك في ثغرات بتضل مطبوعه او موجوده. خلينا نحكي، هل علاقه تسامح الذات له علاقه بتسامح الاخرين؟ هل والعكس صحيح؟ تمام. هلا نحن كثير بنشوف اشخاص مثلا بيقول لك انه انا لا، هذا الشخص ابدا ما بسامحه، هذا تحديدا لا، ممكن لاي بصله الارحام يعني اكثر شيء. انه هي من مين بتجي الاساءه اكثر شيء؟ من الاشخاص اللي نحن بنوثق فيهم، يلي بنامن لهم، فبتجي الاساءه اكثر شيء منهم لهدول الاشخاص. فنحن بدنا نسامح لحتى نرتاح، لانه اذا بدي تم عايشه هي المشاعر انا حتاثر على كل حياتي، ممكن مثل ما حكينا انه تتحول هي المشاعر لمرض بعدين. فأنا بدي سامح لحتى أنا أرتاح، مو بس لحتى الآخر يرتاح. فالإنسان اللي بيحب ذاته أكيد هو رح يحب الآخرين، واللي بيسامح ذاته رح يسامح الآخرين. هذا اللي بسألك عنه، يعني قديش بتلعب دور يمكن مسامحة الذات بمسامحة الآخرين؟ لأنه يمكن نحن كتير شاطرين بجلد أنفسنا قبل ما، يعني هي بتلاقيه طبع عند الشخص، ودائما بتلاقيه عم يحاسب نفسه، عم يعاقب نفسه، مع أنه ممكن يغفر للآخر أكثر من ذاته. تمام. هلا جلد الذات دائما بنشوفه انه الشخص يعني احيانا
بيعاقب نفسه زيادة عن اللزوم، مثل ما حكيت مثلا بالمقدمة انه هي المشاعر حلوة تكون موجودة عندي، يعني حلو انه انا لوم نفسي اذا تصرفت اي تصرف تمام او اخطأت بحق حدا، ولكن انا ما بدي طول بهي الفترة، يعني حياتي ما توقف كلياتها على هالموقف او المشكلة اللي انا مريت فيه وتأثر على كل حياتي، لا انا بدي اتخطى هذا الموضوع واتخطى هي المشكلة، يعني ما بدي مثلا اذا انا عندي بعد كم يوم امتحان ما درست من أول السنة أو صارت عندي الظروف أو أي شيء مثلاً طرأ على حياتي ما خلاني إني أنا أدرس، فما بدي بهالثلاث أيام ضل أنا إيه أنا مثلاً ما رح أنجح ما رح أقدم منيح، يعني بهالثلاث أيام هدول رح طمع بجلد ذاتي، وآخر شيء أنا بتفكيري الباطني يعني ممكن أنا أفكر إنه إذا عملت هيك رح أوصل لنتيجة، بالعكس تماماً يعني رح يأثر هذا الموضوع على نفسيتي سلباً. تمام دعاء، خلينا نحكي شو هي مثلاً التمارين، شو هي العادات الصحيحة يلي نحنا منوصل لمرحلة الرضا مع الذات أو ندرب حالنا إنه نرضى ونسامح وما نجلد ذاتنا؟ هلا العنوان العريض أو إذا صح التعبير هو أهم تمرين إنه هي التجارب نحنا منمر فيها. يعني ما في شيء بيعلمنا بالحياة أبداً غير التجربة نحن منمر فيها، بنحس حالنا أنه نحن فعلاً غلط من خلال النتائج الموجودة من خلال السلوكيات اللي نحن ما لنا رضيانين عنها، في شيء ما له مريحني، هون ببلش أجري محاكمة عقلية أنا مثلاً للتصرفات اللي قمت فيها، أنه أنا فعلاً هلأ تصرف التصرف ما له منيح، تصرف غلط مع كتير أشخاص، فبلش بدل بهي الأفكار، بلش أنه هالمرة عملت هيك هالمرة الثانية لا بتجنب هذا الموقف أو بتجنب أني أعمل هيك. فأهم تمرين الواحد أنه هو يتعلمه هي التجارب اللي نحن تجاربنا الشخصية اللي بنتعلم منها. طيب خلينا نحكي عن الإنجاز بحياتنا، قديش مهم لتقدير الذات، يعني نحن دائما بنسلط الضوء على النقاط السلبية أو على الأغلاط اللي بنترتكبها أو الأخطاء، قديش مهم نفس الوقت نكافئ نفسنا على إنجاز أو شيء عملناه بالحياة لنقدر فعليا يكون في عندنا حالة تسامح وغفران مع الآخر. تمام، هلا هون بدنا نحكي شوي عن الصورة الذاتية للشخص. يعني صورتي الذاتية أنا كيف بشوف حالي؟ هلا نحن ممكن كثير أشخاص نشوفهم وفعلا نقول إنه هدول أشخاص كثير ناجحين ودائما نعطيهم عبارات إيجابية، بس هذا الشخص بينه وبين حاله بتحسي إنه هذا شخص يعني عنده اهتزاز بالصورة الذاتية، ما له شايف حاله إنه هو محقق شيء بالحياة. فهون الموضوع بالإنجاز أول شيء بدها تكون صورتي الذاتية صحيحة، يعني الدعم والتحفيز بيجي من الداخل. صحيح. فأنا لما أدعم ذاتي ولما يعني حفز حالي من جوا ما بنتظر أي آراء من الآخرين، وبالتالي طبعا يعني هون أنا بوصل ل يعني تقدير ذاتي صحيح. نعم، خلينا نحكي أيضا يعني قديش مهم أنه التسامح نربي أولادنا عليه لحتى يتدربوا من هنن وصغار على مسامحة الذات. طيب أو خلينا يعني هيك نتطرق لموضوع أنه كيف فينا نحن نخلي أولادنا يسامحوا ذاتهم ويسامحوا غيرهم ونعلمهم هذا الشيء من الصغار؟ يعني إيه تمام، لأنه نحن لما حكينا عن الصورة الذاتية، هي الصورة الذاتية بتتشكل من لما بيكون الواحد صغير. صحيح. يعني بدنا نعلم الشخص دائما ثقافة الاعتذار في حال هو غلط بحق حدا، مشان لما يطلع لبرا على المجتمع يعني يعرف انه يتصرف. ما بدنا كثير نعيشه مثلا الحياة المثالية جوا البيت، انه انت لازم تكون دائما باحلى صورة، انت لازم تكون متفوق، يطلع الشخص لبرا لما حدا ينتقده ما يعرف يتصرف، او العكس يعني ممكن نعيشه المشاعر الثانية تماما. فهذا الموضوع هو من الصغر له أهمية كثير كبيرة، التنشئة الاجتماعية يعني هون بدها تكون صحيحة، لأنه أكيد نحن بيطلع الشخص بيكون عنده هذا كله بيأثر على نفسيته، بيأثر على الجسد والعقل والروح، وبيتأثر أكيد بيصير عندي أمراض يعني بعدين أمراض نفسية ممكن أمراض جسدية، فهذا كله له تأثيرات سلبية على النفس وعلى الجسد. وهي نقطة كتير مهمة، يعني لما نقول قديش بيلعب دور يمكن بالبداية قديش نحن بنقدر نقدر ذاتنا أو نسامح ذاتنا، هي أساساً المنشئة أو المجتمع أو المحيط القريب اللي هي العائلة والتربية، بس الأهل نوعاً ما هي التفاصيل بيغفلوا عنها، لما تلاقيهم عم يربوا طفلهم لأنه دائماً في مثلاً لوم أو دائماً في محاسبة بشكل دائم، بدهم الطفل اللي هو فعلياً اللي دائماً بيقول لهم حاضر المطيع اللي ما بيغلط، فهي بتنعكس سلباً على تقدير ذاته. صح. أو مسامحة ذاته بنقطة يعني بشكل أو بآخر بطريقة مختلفة.
طبعا. هلا نحن مثل ما حكينا انه يعني بدنا نخلي الشخص يكون متوازن بحياته، نعيش يعني يكون عايش حياه متوازنه. يعني اذا نحن بنشوف مثلا اهالي كثير انه في اشخاص بدهم اولادهم يعني اطفالهم يكونوا متفوقين من لما يكونوا صغار، يعني هذا الشخص اذا نقص علامتين صارت كارثه يعني بالبيت. او اذا شخص مثلا هذا الشخص اكيد لما بيطلع على برا حدا بينتقد هذا الشخص او حدا بيوجه له اي ملاحظه بتلاقيه انه هو ما له يعني عايش هاي الاجواء، عايش حياه داخل البيت كثير حلوه وكلها مدح وكلها اجواء ايجابيه. فهي لها تاثير اكيد برا. واكيد في حال اكيد كانت مشاعر ثانيه، مشاعر دائما مثلا ما بنعطيه حق انه التعبير عن ذاته حتى، يعني في قمع. صحيح. اي شغله بده يحكيها انه لا انت مالك، ما له مسمح لك انك تحكي، او انت مالك، ما له مسمح انه انت تقرب مثلا على اغراض اخواتك او اي شيء بالبيت، ما عم نعطيه الحريه. وفي حال هو اخطا بشيء ما بيعرف كيف بده يعتذر او ما بيعرف كيف بده يصلح هذا الغلط. نعم. دعاء ايضا خلينا نحكي يمكن عن التسامح، قديش بيعكس حالة نفسية منيحة، بيعكس النجاح، بيعكس يمكن الثقة بالنفس، بيخلي يكون عنده قدرة بمجابهة جميع الناس. تمام. هلا نحن لما الانسان بيكون يعني بتتحول هي الطاقة السلبية الموجودة عنده، مشاعر البغض والكره وال يعني اللوم طول الوقت، لطاقة محبة، هاي الطاقة هي بتشفيه يعني قبل ما تشفي غيره، وبتأثر بشكل إيجابي طبعا على كل أمور حياته، لأنه الإنسان هو بالنهاية مفطور على المحبة. وبدنا نعرف أكيد، بدنا نرجع نعيد أنه الإنسان دائما هو ما له معصوم عن الغلط، يعني معرض دائما لأنه يغلط، فبده يعرف هاي القصة أنه أنا فعلا بغلط وغيري بيغلط، فبدي سامح حالي وحط حالي محل الأشخاص دائما. يعني حتى الأشخاص ممكن أنا أكون بموقفهم أتصرف هذا التصرف، ونحط حالنا بمواقفهم لهدول الأشخاص. يعني أكيد بالختام بدنا نشكرك مديرة التنمية البشرية دعاء الشريف على وجودك معنا، ونقول يمكن الرضا والتسامح والغفران هدول نقاط أساسية وصفات أساسية لنقدر نكمل حياتنا بشكل سليم صحي نفسي. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك. شكرا لك.